باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دير الشهيد العظيم ماري جرجس للراهبات بمصر القديمة يقدم طمني يا دكتور ربنا يباركك. الحقيقة يا ابونا الحالة ما تطمنش. ليه خير؟ الحادثة كانت صعبة جدا، اتسببت في كسر مضاعف بالرجل الشمال وقطع في أوتار الركبة اليمين. والعمل ايه؟ للأسف يا ابونا احنا مضطرين نركب تقويم بالركبة، يعني شريحة ومسامير. يا عذر يا ام النور. المشكلة يا ابونا مش في الجراحة. هو في حاجة تانية؟ أرجوك كلمني بصراحة. ما خبيش عليك يا ابونا، هتقعد في الجبس فترة طويلة. ذبيحة حب، قصة حياة الأم أناستاسيا، مثال لاحتمال الألم. سنتين دلوقتي يا ابونا وأنا في الجبس، ألام وراها ألام، عملية ورا عملية. يا زوجتي العزيزة، السيد المسيح اتحمل ألام ملهاش مثيل عشاني وعشانك من غير تذمر ولا ضجر. نقوم احنا لما ربنا يسمح لنا بتجربة صغيرة نعمل كده. أنا تعبت يا ابونا. معلش نصلي ونستحمل عشان ربنا يبعت لنا روح الاحتمال والسلام. وصدقيني انا حاسس ان ربنا هيتمجد معاكي وهتقومي بالسلامه. يا ترى مين؟ اقوم اشوف. ابونا يؤنس قال انه هيعدي يطمن عليك. اكيد هو. ابونا يؤنس اهلا وسهلا، اتفضل. السلام والنعمه يا ابونا بسيوس. ها عاملين ايه؟ مدام ازيس عامله ايه دلوقتي؟ نشكر ربنا يا ابونا. ها عامله ايه يا مدام ازيس؟ نشكر الله يا ابونا. على فكره انا جبت لك معايا قطمه بزيت من اللي نزل من سوره العذراء عندنا في الكنيسه، وكان سبب بركه لناس كتير قوي. شوف يا مدام ازيس، ادهني بس بيه انت رجلك وباذن يسوع هتخفي. صلي لي يا ابونا. اسمك يا ستي موجود عندنا على المذبح، وصدقيني كل يوم بذكرك في القداس. اطمني بس يا ستي. يا بختك، اياكي تشتكي بعد كده. سامحني يا ابونا، ده من شدة الالم. لا الم ولا حاجة، بس انت يلا صلي معانا وباذن يسوع ربنا هيتمجد ويديك الشفاء. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما يكون دير. وايه الاوضه اللي موجوده هناك دي؟ يا ترى في حد هنا كلمه؟ اخبط على باب الاوضه دي يمكن الاقي حد. مفيش حد فيها، مفيش فيها غير سرير حديد وكنبه مفروشه بملايه بيضاء. يا عطرة، السلام ليك يا بنوم، السلام ليك يا بنوم. سلام يا إزيس. سلام ونعمة يا إزيس. سلام ونعمة يا أمنا، أنا زي ما كنت شفتك قبل كده. أنا زعلانة منك يا إزيس علشان أنتي دايما بتبكي. سامحيني يا بنوم، الألم شديد عليا وبكاي من تعبي. أنتي هتبقي كويسة وأنا هاجي أزورك تاني وأمنا هتيجي معاكي. أنا من ساعة ما شفتها وأنا حبيتها أوي. هتبقي كويسة وهاجي أزورك تاني. ما تسيبينيش يا عبد، ما تسيبينيش يا أبو نور، ما تسيبينيش. هتبقي كويسة وهاجي أزورك تاني. هتبقي كويسة وهاجي أزورك تاني. صدقني يا أبونا مكاري زي ما بقول لك كده، أم النور والرهبة اللي كانت معاها شفتوهم، شفتوهم زي ما أنا شايفاك كده. ربنا سمع صلاتك وطلباتك. لكن اللي محيرني مين الرهبة اللي كانت مع الست العذراء؟ تقدري توصفيها؟ هي أم حنونة بابتسامة ما بتفرقش وشها، بس اللي حسيته من كلامها إنها بركة كبيرة أوي.
انت عارفة التجربة اللي انت مريتي بيها دي بتفكرني بسيرة احد الراهبات القديسات اللي تحملوا صليب المرض وآلامه بكل فرح وإيمان. مين يا أبويا؟ أمنا أناستاسيا. أنا حبعتلك كتاب عنها. يليك يا أبويا يليك. اتفضلي يا زوجتي العزيزة، تسوني أنجيل بعتتلك الكتاب ده. تسوني أنجيل ولا أبونا مكاري؟ أبونا مكاري أنا ما شفتوش النهاردة. هو قالك على كتاب؟ أيوة أكيد حيبعتهولي بكرة. الكتاب إيه اللي بعتاه تسوني أنجيل؟ الأم أناستاسيا مثال لاحتمال الألم. المجد ليك يا رب. هو نفس الكتاب اللي قال عليه أبونا مكاري؟ مش ممكن، مش معقول، هي اللي شفتها في الحلم مع الست العذراء. حلم؟ الست العذراء؟ أنا مش فاهم حاجة. هحكي لك كل حاجة، بس لازم نروح نزور دير ماري جرجس للرهبات بمصر القديمة. بس اشمعنى الدير ده؟ ده الدير اللي عاشت فيه أمنا أناستاسيا مثال احتمال الألم. هو ده اللي حصل بالظبط يا أمنا. مفيش شك إن أمنا أناستاسيا كانت فعلا ذبيحة حب، كانت مثال للاحتمال والصبر. ودلوقتي ببركة أم النور وشفاعة صلوات أمنا أناستاسيا ربنا كمل شفايا. ياه فكرتني بالأيام الجميلة اللي اتمتعنا فيها القديسة زي أمنا أناستاسيا. ممكن ناخد بركة يا أمنا ونسمع منك سيرة أمنا أناستاسيا؟ طبعا، أنا فمي يتبارك كل ما أذكر الاسم والسيرة العطرة لأمنا أناستاسيا. احكي يا أمنا، احنا سامعينك. من الحاجات الغريبة اللي لازم تعرفوها إن ابتسامة أخنوخ اللي هي أمنا أناستاسيا اتولدت يوم 6 إبريل سنة 1938 في الجيزة، وكانت من أسرة مسيحية مش أرثوذكسية، لكن دبرت لها العناية الإلهية إنها تنال سر المعمودية على إيد القمص صليب سوريال. مالك يا ابتسامة؟ في حاجة شغلاك يا بنتي؟ هو إيه الفرق يا أبونا بين العقيدة والكنيسة الأرثوذكسية وأي عقيدة تانية؟ أنا فاهم سؤالك، قصدك تقولي انهي الافضل؟ سامحني يا بونا انا عايزه افهم. ما تعتذريش. شوفي يا بنتي انا هقولك على حاجه، افرضي انك مروحه من الكنيسه على البيت، تحبي تمشي في طريق طوالي ولا تلفي وتدوري؟ امشي في طريق طوالي. تمام، لما تمشي طوالي هتوصلي وتروحي البيت بسرعه وترتاحي، لكن لما تلفي وتدوري هتتعبي وتوصلي متاخره. ممكن توضح اكتر يا بونا؟ الكنيسه في عهد الرسل يا ابتسام يا بنتي كانت كنيسة واحدة، وهي دي اللي احنا استلمنا طقسها وعقيدتها من ماري مرقس الرسول لما تباركنا ببشارته لمصر، وحييجي يوم والكنيسة هتتوحد من تاني وحنبقى كلنا جسم واحد مقدس. المهم انت اخترتي انهي طريق؟ انا من هنا على السما طوالي يا بونا. ودلوقتي انت جاهزة يا ابتسام للمعمودية ولا في اي اسئلة تاني عايزة تسأليها؟ لا يا بونا، انا طول فترة رعايتك ليا وانا بسألك وانت بتجاوبني لحد ما بقيت فعلا مشتاقة غير معمودية. وسقاها ابونا صليب سوريال كاهن كنيسة ماري مرقس بالجيزة لبن تعليم الكنيسة الارثوذكسية، وتخرجت ابتسام من معهد المعلمات والتحقت بالتدريس. والوقت ده ابونا صليب سوريال قال لابتسام: انا عايز اسلمك خدمة في مدارس الاحد. انا مستاهلش البركة دي يا ابونا. احنا كلنا منستاهلش خدمة المسيح يا بنتي، دي بركة كبيرة ربنا يقويك. بمشيئة السيد المسيح هكون عند حسن ظنك. يا رب يسوع المسيح إلهي ومخلصي، أشكرك يا رب من أعماق قلبي إنك اديتني بركة خدمة أولادك في مدارس الأحد. يا رب ارشدني لأجلهم، اديني محبة في عيونهم عشان أكون أمينة في وديعتك اللي بسبتها في إيد واحدة ضعيفة زي. يا رب أويني وبارك في خدمتي من أجل أولادك بشفاعة السيدة العذراء أم النور والشهيد العظيم ماري جرجس. اسمعني يا رب عندما أدعوك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.
ابتسام يا بنتي، وانتي في منتهى التفاني والاخلاص والجد والالتزام. ربنا يبارك حياتك وخدمتك. ابونا صليم، ابونا صليم. ابتسام، يا ترى يا بنتي جايه وعايزه مني ايه؟ ابونا صليم، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وصلتي امتى من اوسنا؟ النهارده الصبح، وكان لازم اجي اسلم على اسك واخد بركتك. واخبار الخدمه هناك ايه؟ نشكر الله يا ابونا. سامحيني، انا نسيت ابارك لك على نجاحك وحصولك على دبلوم معهد الخدمه الاجتماعيه. كله بفضل صلواتك يا ابونا. ها، ومرتاحه في بيت القديسه دميانة للمكرسات؟ نشكر الله يا ابونا. الحقيقه الان بشنوده اسقف التعليم بيباشرنا وبيرشدنا بشكل فوق الرايه. شوفوا، انا عايز اقول لكم على حاجه، التكريس والرهبنه شيء واحد، وهو التحرر من الكل للارتباط بالواحد. انت لما تقولي انك كرستي حياتك لخدمه المسيح، يبقى حطيتي ايدك على المحراث، واللي يحط ايده على المحراث لا يعد ينظر للوراء. اصل خلاص انا هبص ورايا ليه؟ انا اخترت النصيب الصالح، يبقى هبص على ايه؟ واستمرت ابتسام تحت ارشاده وابوته من عام 1964 لعام 1970، حتى انه بارك دخولها للدير. الدير اللي احنا فيه دلوقتي دير ماري جرجس للرهبات بمصر القديمة. ومن الحاجات العجيبة كمان في حياة امنا أناستاسيا هو اختيار اسمها لما جات الدير طالبة الرهبنة. شوفي يا ابتسام، انا متعودة ادي كل طالبة رهبنة اسم حد من القديسات. انت تحبي يبقى اسمك ايه؟ هاي ابتسام، تحبي يبقى اسمك ايه في الرهبنة؟ الحقيقة يا طمع فكرية، انا بحب قوي اسم القديسة أناستاسيا. انت عارفة معنى الاسم ايه؟ ايوه يا طماف، انستاسيا معناها القائمه من الموت. بصي يا امنا، احنا هنقرا سنكسار، واول اسم قديسه هيقابلنا هيكون اسمك. تحبي نقرا يوم ايه يا طماف؟ انت مش دخلتي الدير يوم 29 توت؟ مظبوط يا طماف. خلاص اقري يوم 29 توت. وفعلا قروا يوم 29، وكان اول اسم يقابلوه هو اسم القديسه أرابسيما. لكن ما قدرتش طماف كيريا تسميها بالاسم ده لوجود رهبة تانية بنفس الاسم. ولما قروا اليوم اللي بعديه كان عيد أثناسيوس الرسول، ولما قروا اليوم اللي بعديه واحد بابا، كانت المفاجأة لأنه كان عيد القديسة أناستاسيا الشهيدة. فقالت طماف كيريا: المجد ليك يا رب، حتى اشتياق الأسماء بتحرمش من حد. احنا رايحين فين يا طماف كيريا؟ بصي يا أناستاسيا، انا متعودة اني اخد كل طالبة رهبنة للبابا كيرولوس علشان يباركها. يعني يا طماف هقابل سيدنا دلوقتي؟ ايوه. يعني هشوفه واكلمه؟ ايوه. هي مستغربة ليه؟ بس انا مستحيلش يا طماف، سيدنا ما بيحبش الكلام ده. للعذراء جي جبرا. سلام يا سيدنا. سلام ونعمة يا طماف. انا جيت اخد بركتك وجايبالك معايا. جايبالي معاك الخير يا طماف، الخير كله. تعالي تعالي يا مبروك. ادخلي يا أناستاسيا. سلام ونعمة يا سيدنا. سلام ونعمة يا مبروكة. تعالي تعالي لما اصليلك. ضغط، ربنا يقويكي، ما تخافيش، المسيح معاكي. يعني ايه يا سيدنا؟ يلا يلا يا مبروكة، الحاول الحاول، روحوا على الدير. هو الرهبة ليها غير ديرها وقليتها. يلا يلا يلا، مليت الهوا كلام. يلا. معقولة دي؟ ازاي سيدنا عارف موضوع الضغط اللي بيجي لي على طول؟ قوليلي ايه حكاية الضغط اللي سيدنا كان بيقولك عليها؟ اصل من حوالي 11 سنة كده، يعني سنة 59، كان عمري وقتها 21 سنة، عملت عملية الغدة الدرقية، والدكتور اللي عمل لي العملية اشتبه في وجود ورم خبيث فمشات الغدة كلها. وبعدين حصل؟ نشكر الله يا طماف. ياه، اكيد الموضوع ده بيسبب لك تعب كتير. وده يكون ايه جنب الام المخلص على الصليب؟ اشكر ربنا، دي بركة كبيرة. وبدأت امنا أناستاسيا حياة الجهاد الروحي من اول يوم ليها في الدير، لحد ما اترسمت رهبة سنة 1971، وكان معاها 9 رهبات تانيين على ايد القمص أثناسيوس الانطوني اللي هو الانبا ايساك، الله ينيح نفسه.
وده كان في شهر يونيو سنة 1971. سلام يا أمنا أناستاسيا. سلام ونعمة يا طماف. يا أمنا أنا عايزاكي تريحي نفسك شوية، أنا حاسة أنك بتبذلي مجهود في خدمة الدير فوق طاقتك، أنا خايفة عليكي وخصوصا أني عرفت أنك بتشتكي من الضغط. سامحيني يا طماف، لو ما اشتغلتش هكون رهبة ازاي؟ يا أمنا صحتك دي وديعة من السيد المسيح، لازم تحافظي عليها، أنا عايزاكي ترتاحي شوية. وأنا بس بعمل إيه يا طماف؟ أنا بساعد إخواتي. يا أمنا كفاية عليكي خدمة خزينة الدير والمكتبة، وسيبي خدمة النظار لحد من إخواتك أو حتى خلي حد يساعدك فيها. حاضر يا طماف، سامحيني أنا أخطيت. يا أمنا أربصيمة، أنا قلتلك إنك تعبانة، سيبي بقى المكنسة، سيبي المكنسة وأنا هكنس. سامحيني يا طماف المرة دي وخلاص. يا أمنا أربصيمة، يا أمنا أربصيمة مفيش فايدة، مش ممكن تسيب نفسها ترتاح ولو شوية صغيرة. ربنا يباركك ويقويك يا أناستاسيا ويديك قوة واحتمال على قد خدمتك ومحبتك. طمني يا دكتور، أمنا أناستاسيا عندها إيه؟ دي غيبوبة سكر نتيجة ارتفاع السكر في الدم، ده غير إن الضغط مرتفع جدا بسبب خلل الهرمونات. وإيه رأيك يا دكتور؟ أنا رأيي إنها تتنقل المستشفى. ليه يا دكتور؟ هي الحالة خطيرة كده؟ أصل أمنا وزنها زايد جدا وده نتيجة خلل في الهرمونات. بسم الله. وأنا ملاحظ كمان ورم في رجليها شديد، ممكن يكون التهاب في الغدد الليمفاوية أو التهاب نتيجة الوزن. بصوا، من الأفضل إننا ننقلها المستشفى عشان تكون تحت الملاحظة. بسم الله. بسم الله. شفعتك يا عطرة، شفعتك يا ملك جرجس. ما تقلقيش يا أمنا، احنا هناخد بركتها وترجع لكم بالسلامة ان شاء الله. ربي وإلهي مخلص يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك على عطيه المرض، وأرجوك وأرجوك يا رب إنك تديني صبر لاحتمال التجربة من غير اعتراض ولا ضجر. يا رب يا رب دوقني احساس الامك، علشان عرفني يا رب ازاي انت احتملت من اجلي انا الخرش. يا رب يا رب انا مستاهلش احساس انت حسيته، مستاهلش يا رب اهتمام اخواتي بي واسألهم عني، لكن يا رب انا بسألك، أنا بسألك أيها الفقير العظم، شكلني وصورني إنسانة جديدة ما تعرفش غير محبتك وشكرك وتسبيحك. أيها الفقير العظم، أنا كالخزفي بين يديك، عض وسطاني وعاء آخر مثل ما يحسن في عيني. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عض وسطاني وعاء سلام يا أمنا، عاملة إيه النهاردة؟ نشكر الله يا بنتي، ربنا مش سايبني وبيتحنن علي، وديكم أهو مش سايبني محتاجة حاجة. ده شغلنا يا أمنا. التمريض ده يا بنتي مش شغل بني آدمين، ده شغل ملايكة. إيه الكلام الكبير ده؟ إحنا ما نستاهلش يا أمنا. بسم الصليب، مين اللي بيبكي كده؟ اصل والدها تعبان قوي وهي قلقان عليه. طيب اندهلها يا بنتي. حاضر يا امنا. اتفضلي اتفضلي تعالي. انت اسمك ايه يا بنتي؟ اسمي وفاء. ومالك يا بنتي بتبكي كده ليه؟ ابويا يا امنا هيعمل عمليه في القلب وحالته متاخره قوي، ورايا يتيمه ومليش حد، ولو حصل له حاجه مش عارفه اعمل ايه. يتيمة؟
ومين اللي يهتمك يا بنتي؟ انتي نسيتي ابوك السماوي؟ الست العذراء والكنيسه يا حبيبتي زي هي امك، حتى لو زي ما بتقول يتيمه. الكتاب بيقول انه ابو اليتامى، يعني هو ابوك انت بالاخص، يبقى ازاي تقولي يتيمه؟ يا امنا انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه وكمان ما تبكيش. اذا كان ربنا سمح بتجربه المرض لوالدك، مش معنى كده انك تقعدي تبكي وتنوحي. لا يا حبيبتي، روحي ترمي في حضني قولي له انت قلت انك ابويا، ناقشتني على كفك، اللي يمسك يمس حضرك عيني، يبقى ازاي تسيب ابليس يسرق سلامي ويشككني في وجودك جنبي؟ اطلبي كمان ايد حبيبي وحبيبك مخلصي الصالح انه يشفي ابوكي ويقومهولك بالسلامة. يا امنا كلامك ريح قلبي فعلا، مفيش اجمل من الصلاة. عن اذنك يا امنا. اتفضلي يا بنتي، ربنا يباركك ويحافظ عليك ويحافظ على ابوك. واستخدم ربنا وجود امنا في المستشفى في الخدمة، حتى ان اوضتها ما كانتش بتخلى من الزوار، وكانت سبب في فرح قلوب حزينة وخلاص لناس كتير. يظهر كده يا امنا انستاسيا ان ربنا سايبك معانا هنا مش عشان انت تعبانة، لا ده سايبك عشان تريحي التعبانين. انا غلبانة يا دكتور رشاد. لا لا حقيقة يا امنا، انت من ساعة ما جيت المستشفى وقطك مليانة زوار، وفيهم ناس كتير ما نعرفهمش، معظمهم بيدخلوا عندك زعلانين ومكتئبين ويخرجوا وهم مليانين سلام. ربنا حنين يا دكتور، بيستخدم ضعفي. المهم انت طمني عليك، ازيك عامل ايه وصحتك عاملة ايه؟ الله، هو مين اللي حيطمن على مين يا امنا؟ انا كويسة. المهم انت بص يا امنا، ايه رأيك لو تزور انجلترا؟ لا اروح الدير احسن. معلش يا امنا، انت لازم تسافري عشان انت محتاجة عملية توصيل للأوعية، لان في التهاب شديد في الأوعية الليمفاوية، واحنا هنضطر ان احنا نزيل كل الأوعية الليمفاوية من الرجل ونرقع الجلد على العضلات مباشرة. انا اسف اني بقولك، بس الصراحة احسن. انت فكرني بخاف؟ لا ده انا في ايد يسوع، مين قدي؟ المهم بس اللي انت اللي ما تخافش. وقعدت في انجلترا 3 شهور وما عملتش العملية، وبعدها رجعت مصر ودخلت مستشفى الابتي عشان تتبع نظام غذائي تقلل بيه من وزنها، لكن للأسف حصل لها مضاعفات صابتها باحتباس في البول متكرر نتيجة تكوين حصاوي، ده غير ألام المغص الكلوي الشديدة. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اديني يا رب الأول احتمال المرض. يا رب يا رب أنا بفتح قلبي قدامك، املا بالمحبة، بسلم نفسي ليك عشان أتبع خطواتك للصليب. يا رب يا مرض يحيشني من كثرة كلامي معاك، سامحني سامحني واديني بروحك القدوس. يا رب يا رب انا بسكن في سلامة تحت ستر جناحي، ارسل معنتك يا رب تديني احتمال صليب التجربة. يا الهي يا يسوع. معقولة دي زي ما تكون سلسلة من الالام اللي ما بتنتهيش؟ لما كنا نقول كده كانت تقول احنا ولاد مرجرجس بالاسم وبس، مش لازم نشترك معاه فألامه من أجل السيد المسيح. وبعدين يا أمنا سلسلة من الألام وعلى وشها ابتسامة عجيبة مليانة سلام نابع من القلب. وسنة 1986 حصل إنها يلا يلا اتحركوا بسرعة، حضروا أوضة العمليات فورا. حاضر يا دكتور. حالة التهاب خلوي في الرجل اليمين، لازم عملية فورا. وعملت العملية وقعدت في المستشفى مدة طويلة، ومهما وصفت لكم الألم اللي كانت بتتحمله وقت التغيير على الجرح مش هتصدقوني.
حتى انها دخلت مرة في صدمة عصبية نتيجة شدة الالم واحتاجت تدخل العناية المركزة عشان تفوق. انا مش شايف فرق بين اللي اتحملته امنا انستاسيا والالام اللي اتحملها الشهداء. قدسك لسه ما سمعتش الباقي يا بونا. معقولة في حاجة تاني؟ نورت الدير يا امنا. الدير منور بيك يا طمافي. انا تعبت يا امنا. امنا على الارض مرتاح يا طماف. ما فيش راحة غير في السماء يا امنا. طمنيني الدكتور قالك ايه؟ الدكتور قال ده بسبب اضطراب الضغط وخلل الهرمونات نتيجة عملية الغدة اللي شالتها يا امنا. كان المفروض الدكتور اللي عمل العملية يديكي دواء حبوب التروكسين، وده كان علاج مهم جدا لحالتك، ونقص الدواء ده سبب لخبطة في الهرمونات. معلش يا امنا، المهم انك في وسطينا وربنا يباركك ويقويكي. يلا بقى، وحشتنا محاضراتك في تاريخ الكنيسة، ووحشنا حضورك معانا التسبيحة. يا رب يسوع المسيح أعني على حفظ بتوليتي. يا رب يسوع المسيح احفظ زمان غربتي. يا رب يسوع المسيح اديني توبة مقبولة، احفظني في اسمك القدوس. يا رب يسوع المسيح ضح حارسا على فم وبابا حصينا على شفتي. يا رب يسوع المسيح اكتب اسمي في سفر الحياة. يا رب يسوع المسيح طهرني، طهرني يا رب من كل نجاسة. يا رب يسوع المسيح اسكن يا رب كل اخواتي الراهبات وولادك وخدامك. غيب يا طموف. خير يا امينة؟ في حاجة؟ امينة انستاسيا بتصرخ من الألم، مش عارفة اعمل لها حاجة. اتصلي بالدكتور حالا. يا حبيبي يسوع المسيح رحمني، شفاعتك يا ام النور، شفاعتك يا ملك نرجس. انا شاكك في الحاله ومش قادر احدد المرض يا طماف. يعني ايه يا دكتور؟ هنسيبها في الحاله دي بتتعذب كده؟ انا افضل اننا نعمل لها مسح زلي ومنه نقدر نحدد المرض والعلاج. اعمل اي حاجه يا دكتور بسرعه. حاضر يا امنا، حاضر. جسمي اخر الارض فكرها السماء مهما البدن سوزان والأعياد لو مؤلمة يسوع المسيح تتمد لك الكبار المسكرة الجسد تلقاها رغم المرض والعيلة متقسمة العيلة يا حبيبي. طمني يا دكتور امنا عندها ايه؟ عجز في التمثيل الغذائي في العظم. ما خبيش عليك يا طماف، ده مرض الامه شديده جدا، واحيانا بيصيب المريض بالعجز الكامل وبيكون زي المشلول. يا رب ارحم. معقوله في انسان يتحمل كل الالام دي؟ يمكن لو انسان عادي
ما يستحملش، لكن بالإيمان والصلاة والروح القدس كل شيء ممكن يا أمنا. كلامك صحيح يا طماف، أنا كل مرة بقابل أمنا أنستاسيا بشوف إيمانها وثقتها الشديدة في السيد المسيح، بحس بتعزية وسلام ما أقدرش أوصفهولك. أمنا أنستاسيا مثال للاحتمال والشكر. وقعدت أمنا أنستاسيا لمدة 8 شهور عجزة إنها تقف، وتخيلوا معايا بقى مدى الألم النفسي اللي ممكن أي حد يحس بيه لو مر بتجربة زي دي. إزاي ممكن حد يحتمل بكل فرح وبكل شكر إنه يمارس حياته من على كرسي متحرك؟ لكن في يوليو سنة 1988 يا أناستاسيا. مرجركس، السلام لك يا مرجركس، السلام لك يا مرجركس. الرب تحنن عليك وأرسلني لشفائك. مين أنا؟ مين أنا يا رب عشان تحبني الحب ده كله؟ أوصيكي بالاحتمال يا أناستاسيا، أوصيكي بالاحتمال والصبر. السلام لك يا مرجركس، السلام لك يا أمير الشهداء، السلام لك يا أمير المعجزات. سلام يا طواف، سلام يا أمهات. مش معقولة انتي ماشية يا أمنا أناستاسيا على رجلك؟ حبيبي مرجرجس يا طواف، ما هنش عليه شوفني عجزة. السلام ليك يا مرجرجس، السلام ليك يا أمير المعجزات. أشكرك يا إلهي لأنك مهتم بي وفترعاني، أشكرك إنك سعيت لخلاصي، أشكرك لأنك ضمتني لكنيستك الواحدة الرسولية الكنيسة الأرثوذكسية، أشكرك لأنك سلمتني في إيد حبيبك ماري جيركس عشان يهتم بي ويرعاني، أشكرك على معموديتك، أشكرك على خدمتي في كنيستك، أشكرك على بركة شفاعة حبيبي ماري جيركس. أشكرك يا حبيبي، أشكرك يا رب. أمنا أناستاسيا اتحملت ألام ما تقلش أبدا عن ألام الشهداء والقديسين. أنا مش مصدقة أن في حد ممكن يمر بكل التجارب دي. التجارب لسه ما انتهتش. الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه يا أمنا. قول يا دكتور، ما يهمكش يا أمنا. كم الالتهابات والقرح اللي في رجليكي يضطرنا أننا ما تقول يا دكتور، بيضطركم لإيه؟ ما أنا مش عارف أقولها لك إزاي، بس قول بالطريقة اللي تريحك، بس قول قولوا ما تخافش. انا مش عارف انت اللي بتواسينا ولا احنا يا امنا. في الحقيقه يا امنا احنا لازم نعمل لك عمليه بتر للرجل اليمين. بتر؟ هتقطعوا رجلي؟ اوصيكي بالاحتمال يا أناستاسيا. انا كل ربنا، اعملوا اللي انتم عايزين. لو ده ما حصلش في خطر على حياتك. احنا بنفضل ان العمليه تتعمل في انجلترا لأن ده حيكون أفضل بكتير جدا. لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك. Good morning أمنا أناستاسيا. ده دكتور برادوك اللي عملك العملية يا أمنا. وانت بتعرف عربي يا دكتور؟ يعني شوي. وانا بعرف انجليزي شوي. أنا عرفت من تقرير إنك أنت أمنا أناستاسيا اتحملت ألام وأمراض كتير. مسكين أنت أمنا أناستاسيا، اتحملت كتير وتعبت كتير أمنا أناستاسيا. وتكون إيجي جنب ألام السيد المسيح. السيد المسيح؟ أو did you mean Jesus Christ؟ أيوة، يسوع المسيح. بس هو كان ملك وانا كنت عبد، وهو حررني. هو كان بار وانا كنت خطشة، وهو بررني. هو كان شايل صليبي وانا اخطيت كتير، وهو سامحني. يا دكتور، هو تحمل اللطم والبصق وانا هربت وسبت. هو دور عليا ورجعني،
هو عمل كل ده على شيء. ما فيش حاجة بقى لما تحمل شوية تعب. كلامك جميل أمنا أنستاسيا. Please pray for me. صليلي أمنا. أنا بكرة هيعمل عملية كبير. صليلي. دكتور وعايز دكتور. ربنا يكون معك يا دكتور. وزي ما تعودنا من أمنا أنستاسيا إنها قبلت عملية بتر رجليها اليمين بكل محبة وإيمان وثقة في محبة الآب السماوي. وإن كان مفيش كلام يوصف الألم اللي كانت بتتحمله أمنا أثناء تغييرها على الجرح اللي ناتج من العملية. وفي سفرها ربنا استخدمها عشان تكون سبب في خلاص ناس كتير. عندي ليكي مفاجأة يا أمنا. خير يا أمنا. جواب. جواب؟ وأنا مين اللي هيبعت لي جوابات؟ طب اسمعي الأول مكتوب في إيه؟ سلام لك من الرب ونعمة، راجيا لك كامل الصحة وسريع الشفاء. تأثرت كثيرا للآلام التي تعرضت لها، ولكن أشكر الله أن أخبارك الآن مطمئنة. الرب يكمل بخير ونراك في القاهرة في حالة أفضل. قدست البابا شنودة، ربنا يباركك ويقويك ويأيدك بروحه القدوس. Good morning mother. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. ممكن أركب لحضرتك الجهاز ده؟ جهاز؟ جهاز إيه ده يا بنتي؟ الدكتور سمح لحضرتك بمورفين بامب عشان شوية يسكن الألم. هو أنا كنت اشتكيت للدكتور؟ ما هو حضرتك لسه جارها مفتوح، وأنا سمعت last night أنتي عمالة تصرخي من الألم. يا بنتي حبيبي بيسكن لي كل ألامي. طيب بلاش دي، ممكن حضرتك بس تاكلي حتة لحمة صغيرة عشان تقدري تكملي أمنا؟ معلش يا بنتي سيبيني على راحتي، مش هقدر. ما تزعليش، أصل أمنا أنستاسيا ما بتاكلش لحوم. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، ويسوع حبيبي شايلني على الأزرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب معتني. وفي الوقت ده اتعرضت أمنا لنزيف حاد لدرجة إنها كانت هتفارق الحياة، ونقلوا لها حوالي 22 لتر دم في ليلة واحدة، وكان الكل في المستشفى بيصلوا لها، وكمان مجمع الدير كان بيصلي. مفيش فايدة، دي ماتت خلاص. You will see that God can make miracles. وفعلا ربنا تمجد معاها ووقف النزيف معجزة. سامحيني يا أمنا، انتي اثبتي ان ليكي اله معتني بيكي. هو الهي انا لوحدي، ولا هو معتني بيا انا لوحدي؟ ده الهك انتي كمان وبيحبك. بيحبني انا؟ ايوه يسوع بيحبك. يسوع؟ ممكن تكلميني اكتر عن يسوع؟ شوفي يا بنتي، في البدايه كان ادم وحواء عايشين في دايره البر على شكل الله ومثاله، مش في الملامح، لا في القداسة والبر والسلطة على كل شيء حتى الشيطان، وكمان في الأبدية. وبعدين آدم وحواء. سلام أمنا أنستاسيا. سلام دكتور برادوك. أنت مش المفروض عامل عملية فتاء؟ يا دكتور أنت محتاج للراحة. افتكرتك، فكسفت قوي من نفسي وقلت تسوي إيه الألام بتاعي جنب ألامك أنت، فقررت أجي أزورك. وكانت أمنا سبب بركة وينبوع محبة للممرضات على اختلاف أجناسهم،
وكانوا بيقولوا احنا ما نقدرش نقعد على راحتنا مع حد من المرضى الا مع امنا انستاسيا. ورجعت امنا انستاسيا للسلامه، لكن ما قدرتش تركب رجل صناعي بسبب تقل وزنها، وكانت مضطره انها تقضي بقيه عمرها على كرسي متحرك. لكن ده ما غيرش منها في حاجه ابدا، كل شيء كان بالنسبه لها عادي وطبيعي، لدرجه انها كانت بتحضر التسبيحه مع الامهات في الكنيسه بانتظام. لكن موضوع رجليها ده ما كانش بيسبب لها اي احراج يعني؟ ساعات كان بيحصل. سلام ونعمه يا امنا. سلام ونعمه يا حبيبتي. سمير ابني تعبان يا امنا، وكنت جايه. بس يا ولد عيب، تعالى سلم على امنا. ازيك يا امنا. اهلا، ازيك يا سمير. الله، امال فين رجلك التانيه يا امنا؟ بس يا ولد عيب. رجلي التانيه اكلتها القطه، زي ما انا هاكلك من هنا ومن هنا. انا اسفه يا امنا، انا مش عارفه اقولك ايه. يا بنتي اسفه على ايه؟ انا بفخر برجلي المقطوعه، دي علامه الحب الالهي. اتبعش من الكرسي يا حبيبتي. ساعديني ساعديني يا امنا لو سمحت. يلا يلا، ها اجيب لك الدكتور يا امنا. لا يا امنا، دكتور ايه ده؟ الشيطان بس عايز يضايقني، لكن مريم جرجس وست العذراء مش سايبني. انا كويسه يا امنا، انا كويسه، اطمني. أشكرك يا ربي مخلص يسوع المسيح لأنك سمحت لي بتجربة قطع رجلي. يا رب يا رب، أنا عارفة إن ده اختبار مبارك لنفسي علشان تقومني من ماضية وحياتي الدنسة وحياتي التشام وخول الكبرياء. أشكرك يا رب إنك خليت المرض ده يكون بوق ينظرني من غفلتي. أشكرك يا رب إنك بترعاني بحنو أبوتك الأبدي. أنا متأكدة يا رب إن شعرة واحدة من رأسي ما تقعش إلا بإذنك. يا رب أنا هقبل أي حمل تحطه على كتفي، لأنه مكتوب الذي يحبه الرب يقدمه. وأنت يا رب بهدية المرض اللي اديتهالي دي بتعرفني طريقة وبترشدني لملكه السماك. يا رب أنا بين إيديك، افعل بي يا رب كما تشاء. اقبل شفاعة أمي العذراء وأبويا ماري جرجس. أعني يا رب، أعني ولك كل المجد والكرامة والثبوت، وجعلني يا حبيبي مستحقة أن أقول لك كل شكر. آخر الأرض والروح آخرها السماء، مهما البدن جنان والعلة لو مؤلمة والعلة لو المسيح تتمد تلمس جراح الجسد تلقاها رغم المرض والعلة متبسمة والعلة متبسمة. وما مرش أكتر من 10 شهور ورجعت أمينا أنستاسيا تكمل رحلتها مع الألم، وراحت المستشفى عشان تعمل عملية استئصال المرارة، وده كان سنة 1994. قد إيه بفرح لما أشوفك يا أمينا، لكن نفسي أشوفك من غير ما تبقي تعبانة. دي إرادة ربنا يا دكتور، وأنا مبسوطة بعطيته. الحقيقة يا أمينا لساني بيعجز عن الكلام، كل ما بسمعك بتعلمينا درس في الاحتمال والصبر والإيمان بمشيئة ربنا. لكن كان ليا عندك طلب يا أمنا. خير يا دكتور؟ في
شابة مريضة بمرض اللوكيميا، سرطان خلايا الدم يعني، وحالتها النفسية سيئة جدا. لو تسمحي كان نفسي أجيبها تقعد معاك شوية. طبعا طبعا، خليها تتفضل. هبعتها لك حالا. سلام ونعمة يا أمي. سلام يا حبيبتي، تعالي. أنا أسفة إن كنت بزعجك. لا أبدا، ده احنا بناخد بركة. خير؟ مالك كده شكلك زعلان ومتضايق كده؟ أصل يا أمي، أصل أنا لسه واخدة نتيجة التحاليل اللي أكدت إن عندي سرطان في الدم. طب بس بس، بتعيطي ليه؟ أنا ما عملتش حاجة وحشة في حياتي استاهل عليها إن ربنا يجازيني بالشكل ده. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ ده أنت يا بختك، ده أنت ربنا بيحبك خالص وبيحبك أكتر من أي حد تاني. ده أنت ربنا بيميزك إن إداك المرض ده. أنت عارفة إن المريض اللي بيقبل المرض ده بشكر ربنا بيكون عند ربنا زي الشهداء والقديسين. ايه شهداء وقديسين؟ ايوه، ربنا عايز في زماننا ده شهداء، لكن ازاي ومفيش اضطهاد زي ما كان في عصر الشهداء؟ عشان كده ربنا بيسمح بتجربة المرض ده للي بيحبهم، وبكده يبقى ربنا صنع شهادة في زماننا ده. يعني انا كده ربنا بيحبني؟ بيحبك اكتر مننا كلنا ومن الباقيين كمان. انت عندك حاجة زيادة، ده انت مميزة عنده. خدي حبيبتي، خدي البسي الصليب ده، وخدي كمان الألم ده، وصورة ماري جرجس حبيبك خليها معاكي. انا متشكرة قوي يا امنا. انا بجد مش عارفة اقولك ايه. صدقيني لو قلتلك ان كلامك ده هون عليا كتير قوي. عن اذنك اسيبك ترتاحي واذكريني في صلواتك. صلوات العذراء والقديسين يا حبيبتي. يا بختك يا بنتي، يا ريتني انا اخد المرض ده، ده مرض الفردوس. يا ريتني ادوق الام اخواتي اللي زيك اللي بيتعذبوا بالمرض ده، وتكون الالام دي هي تذكرة سفري للسماء وذبيحة حب أقدمها لحبيبي ومخلصي يسوع المسيح. والبنت دي لسه عايشة لحد دلوقتي، وحالتها كويسة جدا، واتجوزت وخلفت. وبالنسبة لأمنا أنستاسيا، لما فتح الدكتور عشان عملية المرارة كانت المفاجأة. الأورام السرطانية منتشرة في الغشاء البريتوني بالبطن بطريقة غريبة، لدرجة أني مش قادر أحدد مصدرها إيه. الحالة تقريبا ما يقوس منها، لكن المشكلة مش في كده يا دكتور رشاد. أنا عارف أنت بتفكر في إيه، أنت بتفكر إزاي هتبلغ أمنا بحالتها. أكيد هيكون صعب عليها، صعب عليها أن أبلغها بالحالة اللي هي فيها. أنا نفسي مش قادر أتحمل مجرد السمع، أمال هي إزاي اتحملت كل الألام دي؟ مش عارفة اوصف لكم ازاي كانت بتتكلم، وكلها سلام عجيب، وكانت بتقول لنا ده ربنا مدلعنا، حتى لو اداني المرض بيحنن الناس علي. اشكرك يا رب على كل عطاياك، اشكرك على عطية المرض يا حبيبي يسوع. يا الهي المخلصي، اديني صبر من اجل احتمال التجربة. يا رب انا من غيرك ولا حاجه، من غيرك انا ضعيفه، لكن بيك يا رب انا اقدر على كل شيء. يا رب برفع لك صوتي بالحمد والشكر والتسبيح. افتقدني يا رب، امسك يميني، اسندني يا رب في طريقي علشان احمل صليبي واتبعك يا مخلص. وكانت بتشكر ربنا دايما على كل شيء. وعاشت أمنا أنستاسيا مع ألام المرض ده لمدة سنتين ونص بكل خضوع وتسليم لإرادة ربنا. وكانت لما تتعب في نص الليل وتكون محتاجة لحقنة مسكن تحتمل الألم
لحد ميعاد التسبيحة عشان ما تعطلش حد، وتفضل باحتمالها ترنم لغاية ما تجيلها واحدة من الأمهات. أرن يا ربي حبك في عصا التأديب، واسندني بعكازك فأحمل الصليب. أرن يا ربي حبك في عصا يا رب. اشتقت ليك وتعبت من غربتي، امتى يا رب اوصلك؟ امتى اتمتع بحياتي في سماك؟ مش كفايه كده على الارض؟ يا رب يا رب، يا نفسي اروح بقى، نفسي اشوف اللي الكتاب قال عليه، ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن. نفسي أقابل الست العذراء وأبويا مارجريكس. نفسي أقف أمام عرشك وأسبحك بلسان التسبيح مع قديسيك أجيوس. وحصل لأمنا مضاعفات قوية جدا نتيجة انتشار السرطان، وكانوا بيعملوا لها عملية بذل متكررة علشان يخففوا عنها الألام، وفي النهاية صابتها حالة إمساك استمرت 17 يوم ونقلوها المستشفى، والدكاترة قالوا إن ده نتيجة انسداد معوي من انتشار السرطان. يا أمنا إحنا لازم نحاول، إحنا ما تعودناش منك على الاستسلام. ملوش لازمة التعب، خلاص أنا هسافر. زيت الأنجيل خلاص خلص، رجعني تاني للدير علشان خاطر المسيح. اسمع الكلام. وفعلا رجعت أمنا أنستاسيا الدير، وكان نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إينا موجود، وطلبت منه إنه يقرأ لها التحليل لأنها كانت بتتألم بشدة. وفجأة طلبت من إخواتها الراهبات: أنتم تعبتوا كتير قوي النهارده، تفضلوا ارتاحوا، اطفوا النور، انا عايزه ارتاح. يا رب يا رب يا رب. وحوالي الساعة 10:30 يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، وكان ده يوم تذكار دخولها الدير، فاضت روحها في ايد حارسها السماوي اللي احتملت من اكله كتير. ياه، قد ايه الواحد كان ضعيف قصاد تجربته البسيطه اللي مر بيها. سيره امنا انستاسيا لازم يسمعها كل واحد ربنا سمح له بتجربه المرض وهو بيقابل التجربه دي بضجر وقله صبر. انا مش عارف اشكرك ازاي يا امنا على البركه اللي اديتهالنا النهارده. اتفضلوا كمان. ايه ده يا امنا؟ ده زيت بركة من الدير، ودول الكتابين اللي أصدرهم الدير عن أمنا أنستاسيا. كتاب أمنا أنستاسيا مثال لاحتمال الألم، وكتاب أمنا أنستاسيا ذبيحة حب. دي بركة كبيرة يا أمنا. إحنا اللي خدنا بركة زيارتكم، بس ما تحرموناش من زيارة تانية. إزاي يا أمنا؟ إحنا هنبقى من زوار الدير الدايمين. السلام يا أمنا. سلام يا أمنا. السلام والنعمة، ربنا معاك. الجسم اخر الارض، لو ما اشتغلتش هكون رهبة ازاي؟ اخرها السماء، انا مفهومة على السماء طبعا، بس الجسم منها انا هقبل اي حاجة تحطها على جسمي. اشكرك يا رب انك سمحت لي بصدر ومتقطع رجلي. الرب تحنن علينا وارسل الشفاء. ده ربنا مدلعك، حتى لو اداني المرض بيحنن الناس عليا. اشكرك على عطيك المرض يا حبيبي يسوع، انت تتمتع بحياتي في سنك.
جسمي آخر الأرض والروح آخرها السماء مهما البدن ينهد والعلة لو مؤلمة والعلة لو مؤلمة إيدي المسيح تتمد تلمس جراح الجسد تلقاها رغم المرض والعلة متبسمة والعلة متبسمة.